لوبيرا في المستوى. شكرا. البسيط مع عمالقة الفن الجزائري والممثلين كما قلنا مع بالعمل مع الفريق نكررها كله كما قال المايسترو هارون رشيد سيتي ان شيف دوركا بور انكارني لو بيرسوناج دو هارون الفيدياس هذا عاود حولهم وحركهم الذي اردنا من خلال هذا العرض الفني الضخم ان نتطرق بطريقه مسرحيه غنائيه للدور الفعال للفنان الجزائري الذي ترك كل شيء ولبى نداء قيادة الثورة. هذا العمل كله على المباشر، ما فيش بلاي باك، كلها لايف، حتى يعني الموسيقى مكتوبة خصيصا لهذا العرض الفني الضخم. تركيزنا على هؤلاء الذين كانوا يحملون النوتات ويحملون الألحان ويجوبون بها العالم. المحطة الأولى كما قلت كانت على النشيد الوطني، المحطة الثانية كانت لفضيلة زيرية، وأنا سعيد بأية عمارة وهي تقاسمنا بلحنها وصوتها الجميل. تحدثنا على خليفة أحمد بن الخيمة والقنطاس، تحدثنا على يحيى يحيى، تحدثنا على الكثير من الذين قدموا هؤلاء العظماء الذين بالكلمة استطاعوا أن يقهروا عدوا قويا بقوته بأسلحته وبكل شيء. الحفل يكون يعني على المباشر يعني بالأوركسترا وجميع يعني أعضاء الكورال وأعضاء يعني الفنانين الكوريغراف والممثلين. يعني أنا شفت بلي هذه كانت أول تجربة لي، وأنا شفت بلي هذا أصعب شيء وأنها مسؤولية كبيرة اللي راح تطيح على عاتقي، وإن شاء الله يعني ربي يوفقنا.